جدا لا والله انا مش عارف كل ما اقول الطموح بس والله طيب الطموح ده انا طموح بالظبط لا الطموح على مسلسل الطموح انا هسألك دلوقتي خليني اكمل السؤال اكمل السؤال بس خليني اكمل السؤال. طموح كلمة كبيرة جدا وليها مفردات كتيرة جدا، طموحك انت ايه الفترة اللي جاية؟ لانه يعني خدت افريقيا مرتين في 8 شهور، خدت دوري، خدت كاس، خدت سوبر افريقي، خدت سوبر مصري، الناس تقول لك ايه؟ طب هتعمل ايه بقى الفترة اللي جاية؟ تالت عالم؟ لا يمكن انا طموحي يمكن دايما بقعد افكر فيها بنفسي اخد كاس عالم الانديه بصراحه مع النادي الاهلي. كاس عالم الانديه؟ اه ممكن ونفسي يعني اقعد 10 سنين في النادي الاهلي، يعني ابطل كوره عندي 37 وانا في النادي الاهلي. ل 10 سنين؟ اه والله يمكن ده من حلم يعني من احلامي بصراحه. يمكن الواحد نفسه يعمل حاجات كتير جدا، يمكن انا لسه اصلا ما عملتش اي حاجه خالص يعني في النادي، كان بقالي سنه ونص بس يعني على قد ما شاركت على قد ما يعني بنفذ اللي بيطلب مطلوب منك. اه بس انا لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ما طلعتش حاجات كتير قوي عندي، وان شاء الله الفتره الجايه على فكره الكل مقتنع بكده، يعني ان شاء كل الله مصر مقتنعه بكده ان انت لغايه دلوقتي ما طلعتش غير 50% هجاملك 50% من مستوى كهربا اللي احنا عارفينه واللي جمهور الاهلي عايزه، وده الكلام اللي بيتقال على كل والله يمكن انا بشكر الجمهور كله طبعا، يعني يمكن كلهم بيدعموني يعني من اول لحظه لحد دلوقتي كلهم في ظهري، يمكن بشكرهم جدا. انا يعني انا نفسي العب يعني ماتش في اثنين في ثلاثه بس هرجع ان شاء الله ارجع مستوى احسن باذن الله طبعا، يعني لكن يعني بتمرن كويس يمكن يعني زي ما بقول لحضرتك طموحي ان انا افضل 10 سنين في النادي الاهلي واجيب بطولات واعمل بطولات مع النادي الاهلي حتى لو هقعد احتياطي بس الواحد يكون موجود في النادي الاهلي.